تحتل بلادنا تشاد موقعا جغرافيا متميزا من حيث المساحة والتداريس، لذا تمتلك هذه البقعة من القارة الأفريقية معادن وثروات باطنية هائلة. وبعيد اكتشاف النفط على أرضها، فقد ظهرت إلى جانبه معادن أخرى ثمينة لا تقل أهمية عنه، كالأسمنت والذهب والزئبق وغيرها من المعادن الكثيرة، الأمر الذي جعل البلاد أن تضع خططا واستراتيجيات تضمن استغلالية هذه المعادن بصورة صحيحة. جهازات اللي عملناه هنا في الوزارة أول تبالي وقانا مغرق في المجال هنا البحث هنا الجيولوجيا في البلد، ده حجر أساسي يعني في أي دولة تمشي لما داير أنت تنتج حاجة في مجال المعادن تعمل دراسات. الدراسات أهم حاجة. وعلى الصعيد نفسه، فقد رعت الحكومة بأن تضع قوانين ولوائح تسييرية وتتعامل معها لأجل تحقيق الإنجازات والمكاسب والاستفادة من الخيرات الباطنية. لقد حققنا العديد من الإنجازات على الصعيد الميداني، وعملنا على تنظيم المهرجان الخاص بالثقافات الصحراوية بمدينة أم جرس في دورته الرابعة، وأيضا قمنا بالتعاون الكامل مع الوكالة الوطنية للسياحة، وكذلك تمكنا من تحديد ميزانية زاكوما، وقمنا بوضع المجلس الإداري، وفتحنا فرع مكتب السياحة بمرتفعات تيبستي. أضف إلى ذلك كوّدنا إدارة تقوم بإشراف للمطاعم والفنادق الكبرى بالعاصمة أنجمينا كفندق راديسون بلو. ونتيجة لاستغلال هذه الثروات الأرضية، يتوافد المستثمرين وأصحاب الشركات وأرباب العمل على القدوم وزيارة البلاد والبحث عن أرضية تحقق لهم مكاسب اقتصادية كبيرة، وهو ما ساعد البلاد على التفاكر وإعداد خطة بديلة بهدف تفعيل السياحة وترقية وتطويرها وإبراز معالمها. المدير العام لوزارة التنمية السياحية ناتيو أبو، والذي عدد إنجازات الوزارة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة. وفي نفس الإطار، فقد أضاف المدير العام للوزارة بأن الوزارة تعمل ما بوسعها على تحقيق أكبر قدر من الإنجازات لجعل البلاد مرتعا سياحيا لتكون وجهة للسواح. وللتذكير، فإن البلاد قد خطت خطوات حثيثة نحو التقدم في كافة الأصعدة، وذلك بفضل مجهودات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحرصه الدؤوب لتتبوى البلاد مكانة مرموقة حتى تلحق بالركب الدول الصاعدة من هنا وحتى عام 2030 وفق الخطة الوطنية للتنمية PND.